أنا حصة وهذا بودكاست مع حصة. اليوم في الاستديو عندي ضيفين لأن موضوعنا له أكثر من وجهة نظر. بنسمع من ضيوفنا وجهات نظرهم عن موضوع الثقافة. عندي في الاستوديو أميرة المدني، درست اللغة الكورية في جامعة من أفضل الجامعات في كوريا، وعندي عموري من كوريا درس اللغة العربية في جامعة في سلطنة عمان. رح نسمع قصصهم، تجاربهم في تعلم لغة مختلفة في بلد مختلف. نبدأ بمقدمة من عند أميرة. هلا، مرحبا حصة. مشكور على الاستضافة الجميلة، وايد استانست لما عرفت بعد أن عموري بينضم لنا. الأصدقاء موجودين. أصدقاء مثل ما قلتي. أنا أيام الجامعة تخصصت دراسات سياحية وخدت ماينر باللغة الكورية، فهني شوية بتقدرين تعرفين متى بديت أتعلم اللغة الكورية. في الجامعة. هي في الجامعة. ووقت ما كنت في الجامعة كنت وايد مهتمة بالثقافات والتبادل الثقافي وتبادل الطلابي، وايد كان عندنا exchange students بعد، فكانت فرصة بالنسبة لي إن أتعرف على هالعالم الجديد شرق آسيا. فكنت رئيسة نادي الياباني، نادي ساكورا. أي جامعة؟ جامعة الإمارات. نسيت أقول. كنت رئيسة جامعة. كنت رئيسة الجامعة. متى هذا؟ كنت رئيسة النادي الياباني، وكنت بعد من أحد سفراء شباب الإمارات للصين. ما شاء الله. وكنت حتى قبلوني في منحة الشيخ محمد بن زايد، ودرست في جامعة نيويورك اللي في أبوظبي. وبعد ما تخرجت قمت أدور على فرص إن ممكن أشارك فيها، فاشتغلت شوية فترة كمتدربة في أكسبو 2020، ومن بعدها جت لي فرصة أدرس في كوريا لمدة سنة كاملة، 6 شهور في جامعة يونسي و6 شهور في جامعة سوغانغ. ما شاء الله، هي فرصة جميلة كانت، وصدق للحين مستحيل أنساها. هالجامعات من أفضل الجامعات في كوريا. هي جامعة يونسي من أفضل 3 جامعات في كوريا، ومعروف في كوريا أن أحسن 3 جامعات يسمونهم سكاي يونيفرسيتيز. ليش؟ الأس حق سول يونيفرسيتي، والكي حق الكوريا يونيفرسيتي، والواي حق يونسي يونيفرسيتي. هذه التوب ثري. توب ثري. وجت لي الفرصة إني أدرس. حلو. لمدة 6 شهور في هالجامعة، فوايد كانت الفرصة. كانت حتى حق شخص واحد، أعتقد كل سنة يختارون شخص. هي فهاي المنظمة أو المؤسسة الموجودة في كوريا يختارون بس شخص واحد من دول معينة، إنه بنعطيكم هالمنحة، تعالوا عنا ودرسوا لغتنا. منافسة عالية. منافسة عالية. وأنا صراحة لما مدرستي قالت لي إنه تعالي قدمي على المنحة، أنا ما كنت صراحة متوقعة إنه المنافسة لهالدرجة كبيرة، وأنا بس بيختارون شخص واحد. فلما عرفت هالشيء وايد استانست، خاصة إن ما شاء الله وايدين، يعني وايد بنات وأولاد في هيك الفترة كانوا يعرفون كوري أكثر عني في هاك الوقت يعني. ففرصة جميلة كانت، ودرست بعد في جامعة سوغانغ، ومن رديت الحمد لله توظفت في جامعة نيويورك أبوظبي كمنسق تعلم مجتمعي. ما شاء الله، لا علاقة بالثقافة؟ هي بالثقافة. نحن يعني بشكل عام نربط الناس الموجودين في الإمارات أو المؤسسات أو الهيئات أو الشركات مع طلاب الجامعة، عشان هم يتعرفون على الناس الموجودين في الإمارات. وعلى لأن الطلاب مش كلهم عرب. لا، أكثرهم أجانب جايين مثلا من أمريكا أو من الصين. تميتي في هالمجال من أيام الجامعة، درستي لغة ثانية، ثقافة ثانية، ما خرجتي وخلصتي والحين تشتغلين في هالمجال. مجالك هالشيء. حلو، انزين. أوكي، شكرا أميرة. عبوري، السلام عليكم. وعليكم السلام، كيف حالك؟ الحمد لله، أنت إيش حالك؟ اليوم معكم عموري من كوريا الجنوبية، ومشكور اليوم للفرصة الحلوة. عفوا. وإيبا التسوالف مع أصدقائي. أنا أشتغل في حاليا في حياة السياحة الكورية وطنية، مكتبنا موجود في دبي. وأنا أعيش في إمارات مدة أكثر من 4 سنوات الحين. خبرنا كيف بديت باللغة العربية. أصلا أنا تخصص اللغة العربية في الجامعة في كوريا، والسبب اللي اختار اللغة العربية للتخصص إنه أنا مش يعني طالب شاطر مثل بسير السكاي يونيفرسيتي أميرة قلت. عشان كده أنا فكرت شيء غريب، يعني مش كوريين ساوي كثير، ففجأة أنا شفت اللغة العربية. عدد اللي يدرسون اللغة العربية شوية، عشان كوريين ما يعرفون كثير، حتى أنا ما عرفت.
فأنا فكرت ممكن في يستفيد لي يعني في مستقبلي. فأنا وجدت كثير دول عربية تكلمون اللغة العربية، فأنا فكرت في يعني في مستقبل. فأنا قررت دخول الجامعة. بعدني يعني دخول الجامعة أنا وجدت هذا كان وايد صعب. اللغة العربية صعبة. تعلم عربي. أوكي. من سنة أولى. فأنا شردت الجيش أصلاً. شردت الجيش. عشان. الجيش أخونا الحين. للأسف أو ممكن هذا fortunately هذا يعني خدمة المعسكرية إن إزباري في كوريا للشباب. فدخلت الجيش بدون أي تعلمت عربي. بس يعني خلصت حروف جار. كملت سنة أول شيء. إيه. سنة واحدة. إيه بس أنا بس. فأنا كنت في الجيش كان وقت صعب يعني طبعًا. تدريب أو شيء. يوم واحد أنا شفت هذا في الجريدة إنه في إيرلان نحتاج الترجم مترجم منو بيصير إلى إمارات للمترجم عربي بين كوريا لغة الكورية وعربية. فأنا فكرت أوكي أنا تخصص اللغة العربية. حتى لو ما أعرف عربي أبدا. يلا فرصة. إيه بس أنا قدمت وأحتاج يعني يسموه من المدير وكذا. أنا قدمت وأنا نجحت من الدوكيمنت first process. أوكي الخطوة الأولى. إيه الخطوة الأولى أيوة. وبعدين أحتاج يعني نجح هذا مقابلة. فيوم واحد أنا سويت مقابلة مع أدبة عربي. ضابط عربي في الإمارات. إمارات. أوكي. فأنا سويت مقابلة من التليفون وسويت المقابلة. أحس صعب. إيه وهو قال ألو وأنا بعد لطيت ألو. السلام عليكم. فأنا استعدت هذه الجملة من بداية. كنت مستعد. أيوة. أوكي. عشان السبب اللي أنا ليش نقدم ومن أنا. هذا جاهز. إيه. فكامل. فأنا أنا حفظ كل شيء. فبعدين هذا وايد بتألق أنا خلصت. هو فهمت شكله فاهم. بعدين هو سأل لي يعني سؤال ثاني وبعدين أنا ما فهم أي شيء عشان ما أعرف بالعامية ولا فصحى. حتى لو أنا ما أعرف أنا ما فرق هذا فصحى وعامية بس أنا ما فهم أي شيء من شو تقول شو يقول. فعشان كده أنا جوابت يعني نفس الجملة مرة ثانية. أنت حافظنها. أنا أريد معكم. أنا أريد أسير الإمارات. أنا شخص زين أبدا. بعدين هو قال أوكي شكرا. وبعدين هو خلصت المقابل بس أنا فشلت. فعشان كده بعد هذا المقابل أنا فكرت أبي أتعلم حقيقي يعني هذا زين. استوعبت إنه لازم أتعلم. فيوم خرجت من الجيش. أنا دور مكان للمناسب تعلم عربي. فأنا عرفت واحد صديق من يدرس عربي في سلطنة عمان. سلطنة عمان. إيه. فأنا سيرت عمان وأنا حصلت معلومات منه. بعدين أنا تعلمت عربي في سلطنة عمان 2014 تقريبا. من زمان يعني. زين اسمك عموري. في وايدين يعني يسألون ليش عموري. هذا أصلا أنا حصلت اسم عربي من أستاذة من جامعة. أنا سمعت في الجامعة عندكم المدرس أو المدرسة يعطونكم هم يخبرونكم شو اسمكم بالعربي أنت وحظك. إيه فهي أعطيني اسم عمر. عمر. أوكي قريب يعني عمر. عمرو تقريبا. عمرو. أيوة عمرو هذا اسم مصري أو ما أدري. تقريبا. أيوة بعدين يوم سيرت رومان وبس أحب يعني لعب كورة وايد. فبس أنا سيرت الملعب فهذا عمانيين يلعبون كرة فأنا دخلت بعد من صدفة بعدين السلام عليكم أريد ألعب معكم بعدين أبا ألعب تعلموني فهم تعلموني شكل شيء غريب عشان واحد عشان يجين بعدين هو يتكلم شيء يعني بروكن عربي ما فهموا عليك أيوة بعدين شيء بس يعني من بداية شيء شكل غريب بس هم تعالوا بعدين لعب مع بعض بس أتشرف نفسي إنه عمره وهم شكله خلاص نتك شيء صعب بس أنت أموري خلاص حتى لا أنا ما عرفت مين أموري بس بعدين عرفت هو وايد يعني لعب يعني مشهور في إمارات عيناوي كان في العين كان في العين فأنا
بعدين خلص أنا عموري، بس ناس يعني يضحك يعني. هي صح لأنه عموري يستم... معروف يعني، بعدين هو لقب مش اسم، هو أصلا الاسم دلع. عمر والدلع عموري. أيوة. فلما حد يشوفك أول مرة شو اسمك عموري، عادي يدلعك من البداية عموري. أوكي أنا فت عشان كده اسم عموري من عمر أو اسم ثاني. فأحس يعني ده فاميلي، ده يقرب. الكل يعرف عموري. الكل يعرف. أميرة عموري، نحن هني في الإمارات عندنا ثقافات ثانية، وعندنا ناس من جنسيات مختلفة وعايشين معاهم من يوم نحن صغار، فتقدرون تقولون نحن يعني أوردي نعرف، عندنا فكرة عن الناس اللي عندهم ثقافات حتى الديانات الثانية، متعايشين معاهم في تسامح وفي تفاهم. بس ممكن يعني ها مو بشرط يكون إن مثلاً لأني أنا عايشة في دولة فيها ثقافات مختلفة، إذا رحت دولة ثانية عشت هناك معناته أموري طيبة، ستيل بتكون عندي صدمات ثقافية يمكن. فخلينا نبدأ مع أميرة، خبرينا إذا أنت مريتي بصدمات في كوريا أول ما وصلتي، أو مثلا شفتي شيء مختلف. وبعد أنا سامع أن أنت أردي هني كنت يعني أنت عندك أكثر عن ثقافة، عشتي في أكثر عن ثقافة، خبرينا. أوكي. هو ما شاء الله مثل ما قلتي الإمارات تضم جنسيات وناس من ثقافات مختلفة، أحس هالشيء بداية يعطينا نحن يعني حس التسامح، على الأقل نحن نفهم الناس الثانيين، نفهم أوه هالشخص عنده لغة ثانية، هو يقدر أشياء ثانية، قيم مختلفة. فها وايد يعني أكيد أثر فينا نحن كشباب في الإمارات. وغيرها أحس الأشياء اللي نحن نتعرض لها، فأنا مثلا كبرت في بيت أمي من الفلبين وأبوي إماراتي. شيء وايد حلو إنه وأنا أكبر أفهم إنه أمي لها عاداتها وتقاليدها المختلفة غير عن أبوي، فأربط هالشيء. كانت أمك متمسكة بعاداتهم صح؟ الشيء هو إنه مو بوايد غريب العادات الفلبينية لو تفكرين فيها، إن نحن ما شاء الله أكثر الناس الموجودين في الإمارات يعني الأجانب، في مثلا من الهند والباكستان والفلبين، هي عدد كبير منهم، عدد كبير. فأحس إنه مو بوايد غريب لأنهم روحهم متأثرين بال الاستعمار اللي كان عندهم، فمو بأن عندهم مثلا يلبسون اللبس التقليدي دائما. صح. نحن اللي عندنا تمسك ثقافتنا، نحن اللي شيء غريبين وعندنا أشياء غريبين بالنسبة لهم. بس يعني عندنا أشياء خواص يعني جديدة. فالأشياء اللي أنا كبرت فيها يعني أن أمي لغتها غير، أمي مثلا عائلة أمي يقدرون مثلا احتفالات معينة غير عنا نحن في الإمارات، فهالشي كان غير. وأنا أكبر وأشوف هالشي أحس قدرت، أحس هو السبب الرئيسي أني كان زاد زي يزاد من اهتمامي للثقافات المختلفة. فأبوي بعد ما شاء الله عليه يتكلم كم من لغة، يمكن فوق الخمس لغات ما شاء الله، ومنهم اللغة الفلبينية بعد. تعلم من الوالدة ولا من قبل؟ هي تعلم من الوالدة، وبعد لما كان معانا في الفلبين كان يتعلم من الناس. فهاي نقطة وايد مهمة. انت فلوينت؟ انا مو بفلوينت. ابوي فلوينت اكثر عني لو بدونين. بس امي وايد يعني قررت هي تكلمنا بالانجليزي، لأن قالت هاي لغة المستقبل. فلازم أنتوا تعرفون إنجليزي. لكن معها لما نروح هناك يعني أكيد نتعامل مع نلعب مع اليهال، نشوف ناس ثانيين ونتعلم لغتهم. وهاي نقطة يعني بغيت أنا شوي أركز فيها. أنا وأبوي مثلا كيف تعلم اللغات، أنا كيف تعلمت اللغات من خلال تعاملنا مع الناس. فهذا بفتح لك الحين موضوع أنا لما رحت كوريا. أوكي. كوريا دولة غريبة جميلة، عندهم يعني قارنيها بالإمارات شو اللي غير؟ أكيد الملابس، المباني، عاداتهم، تقاليدهم. أكيد قبل ما أسير هناك كنت أشوف شوية دراما، تعلمت في الجامعة يعني مثلا أشياء عن ثقافتهم، كيف يتعاملون مع الناس، فشوية كان عندي introduction. أوكي. معها صادف لي يعني مواقف أني انصدمت من الناس أو شفت أشياء غريبة وعجيبة. أنا بعرف أسمع شو صادفتي. الشيء اللي حس صدمني فيهم الثقافة اللي مال بسرعة بسرعة، عندهم ثقافة اسمها بلي 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 بلي، يعني يلا بسرعة بسرعة، هم يحبون يسوون كل شيء بسرعة. فيهم صبر؟ فيهم صبر، لكن ما دام يقدرون يخلصون كل شيء الحين ليش ما يسوونه؟ ليش نيلس إذا نقدر نخلص بعدين نرتاح بعدين؟ شوية عكسنا. عشان شيء صدمة كانت بالنسبة لي، أطلع من المترو
أركض لأن الأشخاص بسرعة يبون يروحون مثلاً بيوتهم، يبون يروحون دوامهم. فمثلاً في أي شيء حتى مع مدرستي الكورية كانت إذا تعطينا واجب بسرعة تبي اليوم الثاني، بسرعة تبي هالشيء. فإذا تكلمت بالواتساب أو تكلمنا بأي برنامج مثلاً تتوقع رد على طول. Oh my God. عندهم ثقافة البلي بلي وهالشيء عكس شوية ثقافتنا، أو نحن مو بوايد متعودين عليهم، نحن متعودين أن نأخذ راحتنا. هي صعب لين تتأقلمين مع هالثقافة ولا خلاص الحين سويتي مال بلي بلي؟ خلاص اتعود، أنا في النص صراحة يعني خذت من عندهم، بعد في نفس الوقت الصفات اللي فيها مش قادرة أخليها. طبعا. عموري شو سالفة ثقافة بلي بلي؟ أصلا بالنسبة كوري إني يعيش في دولة عربية، فأنا بعض يعني شخص أصلا أنت تقول في حد عنده يعني صبر في كوريا، ففي حد يعني عدد الناس ما عنده صبر اصلا. اوكي عشان انا يعني من منطقه بوسان، اسم يعني هذا اجنب مكان في كوريا، فشخصيات يعني بشكل عام ما عنده صبر كثير. حتى يعني يدخل اللي بيته المساعد على طول يعني سكر 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 عشان ما عنده يعني صبر وايد اصلا، فهم كل شيء يعني مستعجل كل مره كل له حياته. فأنا بعد يعني كمثل شخص مثل هذا، فشيء أحيانا شيء صعبة مثل يعني عشان هذا الشخصية. نحن في الإمارات ما عندنا يعني، أو في الدول العربية ما عندنا شيء هالثقافة، هي كل شيء بسرعة بسرعة. نحن أتوقع أنت انصدمت لأن نحن بطيئين يمكن. مش بدي هذا ما أخذ لعته. أيوة. فأنا الحين أنا أتعلم كيف يعني أستمتع لها في الحياة وين شيء للاكس. أيوة. يعني أحتاج يعني ترتيب يعني في ترتيب. بس يعني أنا شيء صدمت أول مرة أنا جربت يعني أنا تجربة في جرة الزفاف العربي. زفاف عربي. أيوة. فأنا بس عندي فرصة عربي هو جامني هذا الزفاف في يوم واحد. بعدين أنا سرت معه و. أنا أول مرة أشوف هذا رسالة الجفاف العربي، كثير شباب بس يعني هذا مكان الشباب يعني حريم هذا مختلف. صح. فمكان الشباب يوقف كل الناس يعني يوقف في هذا على على حد على يعني حد كل مكان ممكن أكثر من 100 أو 200 يعني الضيوف وقف يسلم علي في نفس الوقت. فأنا لازم أسلم علي بالشخص واحد واحد كل مرة. فهمت قلت لكم قاعدين قبل ما أسوي يعني حفلة. فأنا أنا توقيت يعني مثل حفلة مثل كوريا. بس يعني يوم ما يأخذ تقريبا نص ساعة أو ممكن أكثر من نص ساعة يسلم عليهم. سلام بس نص ساعة. بعدين يعني يتسولف يعني في المكان ويتطول ممكن أكثر من 3-4 ساعات لين يتعشى. وفي كوريا يعني بالعكس يعني نحتاج بس يعني ساعتين بس. ساعتين؟ العرس ساعتين؟ أيوة كل شيء خلص. فمثل هذا يعني مختلف الشيء. وايد مختلف. أيوة. نحن مينيمم 6 ساعات 4 ساعات. فبس يعني الحين يعني أعرف كيف يعني شخص عرب ثقافته لحة يعني في لحة في حياته. لما أنت تروح كوريا ما أقدر أعيش. هذا ما تقدر تعيش عشان كل الناس فالي بالي أنا أسبق يعني شخص عربي تقريبا عربي. قولهم خبرهم خذوا راحتكم. أحيانا أنا سافر إلى كوريا فأحس الشيء هجين لما أشوف الشخص في سيول كل يعني بس يعني يتلون تليفوني، بعدين ما في يعني راحة كثير، في مستعجل وايد بسرعة كل شيء. بس يعني أبوي بعد يعني مستعجل. ما في صبر. أوكي حلو. إنزين في موضوع أميرة قصة وايد ضحكتني يعني وايد ضحكتني الاتفاهمة. يلا تفضلي. أوكي. هاي ممكن يعني أدرجها تحت الصدمات اللي انصدمت فيها في كوريا. هي رحلتي في كوريا كلها كانت الحمد لله يعني كانت وايد زينة، لكن
ما يكون في مرات يعني سوء تفاهم او اشياء تصير. فهالموقف اللي خبرتك اياه الحين بقول لحكم. كنت عايشه في السكن الجامعي في جامعه سوغان، وكنت ماشيه رايحه للكلاس الصبح، كان يمكن 8 9 الصبح، وانا ماشيه بالغلط خرطفت ولويت ريولي، فلويت ريولي وطحت. ما اعرف لو يعني ان شاء الله ما جربتوا هالالم، بس وايد يعور اللويه ما تريل هي خلاص انتوا متوقفين خلاص، وايد وايد كان يعني معورني هاك الوقت. وطحت وكنت تامة على الارض، يمكن عادي انا ما قصيت يمكن 5 دقائق بس اني اتريق الالم يروح. فانا هاك الوقت صدمه. الشارع عام رصيف، وين كنتي؟ الشارع اللي قدام مباني المدرسه، يعني كلنا هناك طلاب. اوكي والطلاب ياسين يمشون رايحين كلاسهم، وفي منهم ما ادري وين رايحين. فوانا ماشيه بالغلط لاني كنت ياسه اشوف تلفوني وامشي زين، طحت وانا اتريق الالم يروح. هاك الوقت انصدمت انه اوه أنا تامة الحين على الأرض من فترة طويلة والناس مارين، وين أروح شو أسوي؟ ما حد ساعد؟ لا ما حد ساعدني. أنتي طايحة على الأرض؟ قاعدة كنت شوية يعني نقولي منسدحة على منسدحة بعد قاعدة هي كنت منسدحة على الأرض. فأنا الحين ياس أشوف ناس يمرون يعني من عندي وأنا مستحية، فأشوف في كرسي يعني لو سمعت أحد يساعدني يعني هي أشوف ظهورهم وهم ماشيين على الأرض زين. فأنا شفت في كرسي عندي فشوية رحت كيف رحتي؟ زحفت للكرسي ويلست عمري وتميت هناك، بس شي يعني أتريا بس الألم يروح، وشافوني ربيعاتي ويو وساعدوني. فأنا بالنسبة لي كانت صدمة ثقافية، او خلينا نقول بس صدمه، انا ليش ما حد سالني؟ اكيد يعني انت على الارض 5 دقائق ورحتي الكرسي زحفا هي. ما حد فكر يساعدك او يسالك او يقول لك انت في شيء، انت بخير، انت ليش تزحفين؟ فشوفي الحين انا كالشخص اللي صار لي هالشيء اكيد بكون مصدومه هي. لكن شو لاي شخص مفروض يسال ويستفسر انه يعني انا بالنسبه لي كان موقف انا ما كنت فهمت انه، فرحت عند المس وسالت ربعي الكوريين تشي اللي صار شو السالفه، يعني ليش ما حد يساعدني؟ ففي عده اسباب يعني، ومنهم بذكر لك اياهم. السبب الرئيسي اني انا وحده محجبه مسلمه ثقافه مختلفه طايحه على الارض، اذا بروح اساعدها هل هي بتاخذ موقف؟ يعني اكيد يعني هم بيحاتون هالشيء انزين. ها من احد الاسباب. والسبب الثاني ثقافه البلي بلي اللي تكلمنا عنه، مو فاضيين يشوفونك، هي مشغولين يمكن بتلفونهم ماشيين بسرعه عندي كلاس، ففي منهم اللي ما لحقوا يمكن يشوفوني ماشيين على الطرف الثاني من الشارع ما شافوني. اوكي مش مقتنع وايد يعني بس يلا. اكيد في منهم اللي شيء ما اللي مو مستوعبين. وفي بعد جانب من ناحيه انه اوكي اذا يو ساعدوني لازم يكلموني بالانجليزي، هم خايفين يعني يمكن انه ما يعرفون اللغه. صح فهي فهم يعني حذرين ويبون يعرفون انه اذا بيسوون شيء يكونون واثقين انه ما بيطلع شيء خايفه يعني عشان يساعدون وحده متعوره تزحف على الارض. وكان وايد اشياء لازم يفكرون فيها. بالضبط وايد اشياء لازم يفكرون فيها. وبعد انا كشخص المسافر الاجنبيه هناك مفروض اني انا يعني استفسر هالشيء قبل ما انا يعني اي جادج ذم. اوكي بس انت ما شاء الله عليك متفهمه اصلا. بعد اتوقع ان الكوريا ما عندهم يعني مش نفسنا نحن، عندنا كل الثقافات عايشين معاهم. اتوقع هم شوي كانوا فتره منغلقين، ما عندهم ناس من جنسيات ثانيه، فصعب يفهمون الجنسيات ثقافاتهم كيف، بعدهم متمسكين ثقافتهم هم. اكيد هي ما شاء الله هم وايد متحفظين. انا اول ما جيت 2016 كان يعني نادر ما بتشوفين اجانب في الشارع، فحين وايد غير. اوكي عموري شو تعليقك على هالموقف؟ اولا انا اسف شيء اذا انا موجود يعني هاي وقت، بس انا اكيد انا اساعدك بس يعني انا على فكرة يعني على حسب الناس يعني مختلف، يعني بشكل عام كوريين لطيفين يعني في يعني لطف، بس يعني عدد الناس ما عنده خبرات كثير مع كيف يتعادل اجنبي في كوريا، عشان ما عنده خبرات كثير صح فما يعرفوا يعني كيف يتكلم، كيف بدأت سوالف معها، فحتى لو هم يبون يعني يساعدوا. صح. إذن أنت صار لك موقف شيء في عمان، هل تعرضت لصدمة نفسية أو تأزمت؟ مثلاً. عرب إماراتي صوت عميان صح؟ منها تشنجيوك 받는 적이 있었나요? 아 맞 맞. 오케이.
اصلا انه بالعكس يعني انا كنت في عمان وفي دولة عربية، فكل الناس يعني يحاول يساعد لي يعني. شكرا. ايوه كثير. انا يوم انا دعيت الجهة وين بصير، بعدين يعني وقف سيارة، بعدين يعني وين بصير، ليش يعني تمشي في هذا الحار الوقت حار. ايوه انا استمعت كثير مرات كذي، وبعدين هم يعجبني هذا كثير مرة الى بيته يعني تجربة الأكلات يعني العربية، وأنا كان وجدت كثير اختلاف أكل بين أكلات الإماراتية وأكلات الكورية. فأساس وجبة العربية كان وجبة كبيرة وصحنة كبيرة مثل صينية. مثل صينية كبيرة و بندي مجبور حتى يعني كل إيش، وحتى كل لحم سمك كل شيء، ويأكل مع بعض بنفس الوقت. فأنا حس يعني بالنسبة كوريين لازم يخلص كل شيء اللي يعني استعدت على طاولة، هذا يعني أدب كوري. أنتوا تخلصون الصحن اللي تأكلون لأن حجم الصحن مالكم صغير. إذا نسوي يعني شيء باقي، يعني نخلي شيء باقي، بعدين هذا الشيء ما في محترم على صح زين. هذا طبيعي. بس يعني هذا مستحيل يخلص كل شيء اللي جاهز من البيت العرب. فأنا سويت يعني في يعني صعوبات كبيرة يوم كل مرة يعني أزور البيت العربي. تدعس عمرك. أيوة. وبعدين من بداية هذا إيش مع روب؟ إيش مع روب؟ إيش مع روب؟ إنه وايد غريب يعني يوغرت مع إيش كيف يعني اختلط يعني مع بعض. وأنا حس اليوغرت الروب في كوريا هو شو ديزرت ولا عصير؟ مثل هذا من سناك هذا أكثرها سويت مثل بريكفاست بدل بريكفاست يعني فطور غريب روب وعيش. فمع إيش بعدين أنا فكرت من بداية هذا يتمسكر اللي هي والله لازم أنا أكل كده. بعدين هم قالوا أنا شفت يعني كل الناس يأكل مع عيش وروب مع بعض عادي، هذا كان صدمة. حلو الطعم حبيته؟ الحين أنا ما أقدر أكل ماندي بدون الروب. واو مبروك. أيوة أنا أثبت أنا سبات العربي. أنت إماراتي الحين. زين بس فيني أقطع عشان نحن ما نطلع إنه لأنه قال في الإمارات هني يساعدوني لما أكون ضايع وكذي، حتى في كوريا بس عشان تبي فير يعني في كوريا وايدين يساعدون الناس اللي يعني مثلا أنا رحت كوريا وكذا مرة أكون ضايعة أو مش فاهمة الماب الابليكيشن إنه أوكي هذا وين يمين يسار، ومو بنفسنا لو بتلاحظين اللي عندنا لأن نحن يعني دولة جديدة مقارنة في كوريا، مبانينا سهلة شوارعنا مربعات بيسكلي كل مكان يعني شيء لازم شيء مربعات، فسهل تعرفين أنتي وين هني. لكن في كوريا في وايد دعقاتهم الأزقة والسكك بينها، فكله يطلع في الآب فوايد يضيع. بس على كثر ما ضيعت على كثر ما ساعدوني الكوريين يعني كل مرة أكون وايد تانكفول إنه يعني شكر، مو بس إنه أروح هني، لا في منهم تعالي أنا بوديك إن أنتي ضايعة يمكن أنا they cannot يعني explain in English okay at least أوديك المكان بس إنه تي تعالي تبعيني. فلا ما شاء الله وايد طيبين. زين على كثر ان الثقافة فيها اختلافات بس بعد في تشابه صح، ان احنا في النهاية بشر نسكن على نفس الكرة الارضية صح، يعني حياتنا متشابهة كلنا يعني همنا ان يكون عندنا اسرة بيت نشتغل، فلما يكون في تشابه في الثقافات عموري خبرني عن الثقافات او التشابه بين ثقافتنا وثقافتكم. بالنسبة للتشابه ثقافتنا بين يعني إمارات وكوريا، أنا وجدت وايد في التشابه في أعيادات كوريا وإماراتية. الأعياد؟ إياد يعني إيد. إيد كبير هي. عندنا بعد يعني عندكم العيد العود. عندنا إيد كبير يعني هذا تقليدية من زمان، سوينا هذا احتفال في بداية السنة ويعني من منتصف السنة تقريبا يعني في فصل الخريف. وعندنا سولناي هذا يعني بداية السنة سنة النجوم، أنا سنة القمرية. القمرية. إيه. و
سوينا هذا تشوسو، هذا اسمه تشوسو، انه هذا Thanksgiving Day، عيد الحصاد صح، مثل هذا. اوكي، فهني هذا الوقت نتجمع يعني كل أسرة، يعني كل عائلة يتجمع في البيت الكبير السين، مثل grandfather، هذا جدتي أو جدتي. نفسنا بالعيد. فيعني لازم مفروض يعني كل عائلة يتجمع وسلام لي على أقل مرة واحدة بالسنة أو مرتين بالسنة. فهذا فكرتنا. ويوم أنا أشوف في عيد الفطر، عيد الأضحى، كل عربيين يعني بعض يعني يتجمع في بيت بين اليد واليدة. فأقدر أشوف يعني هذا قيمة العائلة، هذا مهمة في هذا الثقافة العربية وثقافة الكورية بعد. عندكم العيدية؟ أكيد عندنا العيدية. أيوة. عندنا في طريقنا هذا كيف يعني يورب، كيف أقول، هذا اسمه تشار في الكوري. إنه معبد؟ أيوة معبد. إيه صح. للكبير السن بعدين هم يرجعون هذا العيدية. ممكن هذا الكبار يعطون الصغار عيدية. انت يعني تحصل عيدية، انت تعطي ولا تاخذ؟ ابي اكثر اساوي هذا اربي اربا بجاي. معبد تقدر يعني وتحصل عيدية. ايوه، فاذا اقدر احصل عيدية حتى نحن عادي. يعطونا اذا احصل هذا عيدية. احصل يعني شخص صغير. أيوة. صغار سيجار. حلو زين. أميرة، من ناحية التشابه صراحة من خلال خبرتي والفترة اللي كنت هناك لاحظت إنه وايد عندهم احترام للشخص الأكبر. نفسنا نحن أحس هني أكيد نحن طريقة كلامنا، نحن لما نكلم أهالينا أو نكلم شخص مثلا أكبر عنا، عماتنا، جداتنا، دوم في يعني نغير كلامنا عشان تكون محترمة أكثر. طبعاً. زين، فهم بعد عندهم هالشيء، بس هم ما شاء الله ماخذينه step forward. عندهم نهاية كل كلمة ممكن أو كل جملة يغيرونها عشان تناسب الشخص اللي هم يكلمونه. فيقدرون يكلمون مثلاً، خلينا نقول نحن بين نحن ربع، فنكلم بعض بطريقة غير رسمية. لكن لهم يكلمون أمهم أو مثلاً يدهم، يكلمونهم بطريقة رسمية ومحترمة في ليفلات. الكلمة نفسها تتغير. هي الكلمة نفسها تتغير، وخاصة مثلا في السؤال أو في التخاطب مثلا. كيف يعني الفرق؟ أعطيني مثال. أوكي، بعطيك مثال الكلام الغير رسمي والرسمي. أوكي، بتمثل معي؟ أوكي. أحيانا بكلمة بطريقة غير رسمية، بسألها إذا هو يبغى يجرب هالشيء. أوكي. يقوم وغبا. أوكي. القصة هذه طريقة عادية يعني. هذا يعني بشكلها يعني عادي. أوكي. الحين الطريقة الرسمية. إيجو تشي قصة؟ نه. تعرف مو قصة ميتا. أدب. حسيت بالأدب. هذا كلام. أوكي. إنترستينج. وايد الجملة تغيرت ترى. وبعد أدب. لازم يعني من الطرفين. لازم يعني يدين. هي باليدين. شيء خدته بعد. هي صح بال. Two hands. الجملة تغيرت. إيه تغيرت كامل، حتى الكلمة نفسها تغيرت، حتى إنه مرات يغيرون الأفعال على حسب منو تكلمين. Interesting. بكون عندي يطول. حسيت وايد طويلة. أميرة وعموري حلقتنا اليوم خلصت، وايد استانست معاكم، وايد استفدت. بس قبل لا ننهي، إذا حابين تقولون شيء عموري. أولاً أريد أن أشكر أبويا وأمي إنه هم يشجعوني أتعلم عربي ويعيش في إمارات يعني من دولة برا. فأيضا يعني أنا مشتاق عليهم كثير وايد، فبالسلام عليهم. وبعدني يعني أنا مستانس وايد، أنا أكرر وأستمر أتعلم عربي لين الحين عشان أقدر أشرح عن كوريا للأصدقاء العرب. وأيضا يعني شخص منه يحتاجون المعلومات عن كوريا بعد، فأنا أستانس كثير حياتي في هني. سفير الثقافة الكورية. الحمد لله. شكرا. أميرة، أبي أشكر كل اللي شجعني أني أروح كوريا وأكمل أدرس هناك اللغة الكورية، لأن
لولا تشجيعهم كان ما رحت وما اختبرت كل هالأشياء الحلوة وما تعرفت على ربعي وربيعاتي الكوريين اللطيفين اللي عرفوني على ثقافتهم مثل ما أنا عرفتهم على ثقافتي. شكرا سفيرة الثقافة الإماراتية. جي نحن حلقتنا خلصت، نشوفكم إن شاء الله الأسبوع الجاي. لا تنسون تسوون لايك سبسكرايب على منصاتنا في يوتيوب وإنستغرام وسبوتيفاي وأبل بودكاست. إلى اللقاء.